كل أنواع الرياضات بالعالم فيها إنجازات أو أرقام قياسية مستحيل أحد يكسرها، وألعاب الفيديو نفس الشيء، في لاعبين سووا أشياء في الألعاب مستحيل إنك تتخيلها. فهذا موضوع فيديو اليوم، رح نتكلم عن 10 أرقام قياسية بألعاب الفيديو مستحيل أي حد إنه يكسرها. فيلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه في جيف اواي شهري على القناه على كرت الشاشه الخارق RTX 2080 Ti، فاذا حاب تدخل بفرصه الفوز فيه كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق اقدر اتواصل فيه معاك. والراعي لهالفيديو هي لعبة Apex Legends. لعبة Apex Legends هي أكثر لعبة باتل رويال سويت عليها فيديوهات في قناتي من أول ما نزلت، وسبب بسيط واللي هو إنها من أفضل ألعاب الباتل رويال المميزة عن غيرها. هي لعبة الباتل رويال الوحيدة اللي فيها شخصيات كثير، وكل شخصية عندها القوة والخاصيات اللي تتميز فيها. من أسبوع تقريبا نزل الموسم الثامن في اللعبة احتفالا على إن اللعبة صلها نازلة من سنتين. سيزن 8 أضاف كثير أشياء رهيبة للعبة، نفس شخصية جديدة باسم فيوز. فيوز عنده ثلاث خاصيات رهيبة، اولا خاصية الجرايندر اللي بتسمح له يحمل قنبلة زيادة على اي نوع من القنابل، والخاصية الثانية النكل كلاستر واللي هو انه بيرمي قنبلة بتنفجر انفجارات صغيرة متعددة، والخاصية الكبيرة ذا ماذر لود واللي هي انه بيصنع دائرة كبيرة من النار بيحبس فيها الاعداء. وغير الشخصية في سلاح جديد اللي هو اكشن رايفل 3030 رابتر وشكله جدا رهيب، وفي كتير اضافات جديدة على اللعبة نفس الجولد ماك والدايناميك سنايبر تاورز، وتغييرات جدا كبيرة على الماب الاساسي باللعبة اللي هو كينجز كانيون، واخيرا باتل باس جديد يلي فيه فوق الميت غرض رهيب. لعبة ابيكس ليجند هي لعبة باتل رويال مجانية بالكامل، ما فيها حركات ادفع عشان تصير اقوى، واللعبة فيها سيرفرات للشرق الاوسط فراح تلعب بدون لاج ابدا. اللعبة متوفرة بشكل مجاني على البلاي ستيشن اكس بوكس والبي سي، وعلى البلاي ستيشن ما تحتاج اشتراك بلاي ستيشن بلس عشان تلعبها. فاذا ودك تحمل لعبة اتمنى تستعمل اللينك او الرابط الخاص فيني، راح تلاقيه اول شيء موجود بالوصف، راح تدعمني شخصيا لو استعملته، ولو حملت اللعبه من اللينك خد صوره وتعال كلمني على تويتر وانستغرام وراح ارد عليك واشكرك ان شاء الله. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. بالمرتبه العاشره عندنا شخص اسمه تيري جاريت، هذا الشخص اعمى فقد بصره وهو عمره 10 سنوات، بس فقدانه لبصره ما وقفه عن اداء هوايته المفضله اللي هي ألعاب الفيديو أو الجيمينج. تيري عنده قناة على اليوتيوب ويحمل فيها تختيمة الألعاب نفس لعبة The Legend of Zelda وغيرها من الألعاب. من أحد الألعاب اللي ختمها لعبة اسمها Odd Words. هذه اللعبة تحتاج تركيز جدا عالي، تحتاج سرعة، تحتاج ردة فعل سريعة، فكيف ختمها بدون ما يشوف شيء فعلا ما يتصدق. كان كل تركيزه على الأصوات فقط، يعني قاعد يلعب بسمع. تقدروا تشيكوا على قناته، محمل فيديوهات لكل الألعاب اللي ختمها واللي سواه فعلا إنجاز. يعني تخيل إنك تفوز أو تعدي مهمة واحدة في لعبة وأنت مسكر عينك، شيء شبه مستحيل. هذا الشخص ختم ألعاب كاملة من البداية للنهاية بدون ما يشوف اي شيء. بالمرتبة التاسعة عندنا شخص اسمه هوفي، سوى شيء لا يصدق. عشان تفهموا الشيء اللي سواه خلني اشرح لكم بشكل جدا سريع ايش هو طور الزومبي بكول اوف ديوتي بلاك اوبس. طور الزومبي بلعبة كول اوف ديوتي من اسمه بيهجموا عليك زومبي عدد لا نهائي، ولازم تضل تقتلهم وتضل عايش، وبكل ماب او خريطة زومبي بيكون في لغز صعب لازم تسويه انت وثلاثة من اصحابك، ولو سويت اللغز خلاص راح تفوز باللعبة وتطلع برا الجيم. فاللغز صعب لانه بيهجموا عليك زومبي عدد لا نهائي، وبنفس الوقت في خطوات تحتاج تركيز جدا عالي لازم تسويها. طيب نرجع لخوينا هوفي، شو الشيء الرهيب اللي سواه؟ هوفي حل لغز ماب الزومبي الاول في بلاك اوبس كولد وور الجديد لوحده بدون اصحابه، وكان قاعد يستعمل بيانو ككنترولر. ايه مثل ما سمعتوا، ما كان قاعد يستعمل كنترولر او يد التحكم ولا ماوس وكيبورد، كان مركب بيانو الكتروني في بعض العاب الاغاني والموسيقى اللي بيصنعوا لها اجهزه تحكم خاصه نفس بيانو جيتار طبله وغيرها من الاجهزه. فهذا الشخص اشترى بيانو جهاز تحكم وشبكه بكول اوف ديوتي وحل لغز الماب اللي المفروض يكون صعب ويحتاج 4 لاعبين باستعمال كنترولر بيانو اللي يعتبر شيء جدا صعب او حتى شبه مستحيل انه حد يسويه، وفعلا قدر يحل اللغز ويفوز على الماب، وصور فيديو كامل عشان تشوفوا كيف كان قاعد يتحكم، شيء جدا رهيب. في المرتبة الثامنة عندنا شخص اسمه كايل هينك، هذا الشخص ختم لعبة فول اوت 4 بدون ما يقتل ولا قتله. لعبة فول اوت 4 اللي تحتاج 30 ساعة عشان تختمها، وهي لعبة فيرست بيرسون شوتر،
يعني انت ماسك سلاحك وبتواجه اعداء ولازم تقتلهم دائما. كايل قدر يختمها بالكامل بدون ولا قتله. فبس قال هالكلام في ناس كذبوه، لانه في ناس لعبوا اللعبه وشافوا انه في بعض الاماكن مضطر انك تقتل، بدون ما تقتل ما راح تقدر تعدي بعض المهمات. فراح كايل نزل فيديو تختيمته لهاللعبه وورجاهم كيف عدى هالاماكن، بس صنع شخصيتها بلعبه فول اوت. فينك تختار بشو شخصيتك بدك اياها متميز، هل تبي قوي، هل تبي سريع، هل تبي عنده خفه يد. وفي خاصية معظم الناس بتجاهلوها اللي هي الكاريزما أو محبة الناس لشخصيتك. معظم اللاعبين بتجاهلوها، بيطوروا القوة، بيطوروا السرعة والأشياء الثانية وبتجاهلوا الكاريزما. كايل سحب على كل شيء وطور الكاريزما لأعلى شيء، فكان دائما بس يوصل للمهمات اللي تحتاج قتل، يا أما يقدر يتكلم مع الشخصيات عشان يعديها بدون قتل، أو يخلي الأعداء يتقاتلوا بين بعض ويقتلوا بعض وهو يطلع ويعدي المهمة بدون ما يقتل أي واحد. يعني هو اللي تسبب بموتهم بس مو هو اللي قتلهم بإيديه. فاللعبة سجلت 0 قتلة لإله وما انحسب لها قتلة، وعد اللعبة كلها على نفس هذا النظام. بس اللعبة أخذت معاه وقت جدا طويل عشان يختمها، أطول من الوقت المعتاد، بس صراحة تستاهل هالوقت، إنجاز جدا رهيب. في المرتبة السابعة أظن كلكم سمعتوا هالجملة من قبل، اللي هي إذا كنت قاعد تلعب لعبة شوتر، كول أوف ديوتي، ببجي أو أي لعبة ثانية، رح يجي واحد يحكي لك من أهلك أو أصحابك ترى الحين لو منحطك بالحرب الحقيقة أنت أول واحد رح تموت. أو لو عم تلعب فيفا في حد رح يقول لك لو منحطك بالملعب بالحقيقة بين اللاعبين ما رح تسوي شيء. هالجملة على الأغلب صحيحة في معظم الأحيان إلا في هذه الحالة. اللاعب إنزو بونيتو عمره 23 سنة وكان جدا محترف في ألعاب السيارات نفس نيد فور سبيد، جراند توريزمو، هورايزن وغيرها من ألعاب السيارات. إنزو حول عشقه من ألعاب السيارات إلى سباق السيارات في الحقيقة، وفي أول سنة له إنزو دخل بسباق سيارات حقيقي ضد بطل العالم بالفورمولا لوكاس ديغراسي وقدر يتغلب عليه. متخيلين هالشي؟ شخص عمره 23 سنة ما صار له يسوق سيارات حقيقية إلا 4 سنين تقريبا، حياته ما دخل بسباقات حقيقية، تغلب على بطل العالم بالفورمولا اللي صار له عشرات السنوات يتدرب ويفوت بسباقات عالمية ويفوز فيها. إنزو قدر يتغلب عليه من وراء خبرته بألعاب السيارات، شيء جدا مجنون الصراحة. فلا تسمع لكلام اللي يقول لك هاللعبة ما راح تفيدك بشيء، ممكن بعض المهارات تكتسبها من ألعاب الفيديو وتفيدك بالحياة الحقيقية. بالمرتبة السادسة عنا لاعب ويوتيوبر اسمه ديسك، جدا محترف بلعبة القتال ستريت فايتر. هذا اللاعب جدا محترف بلعبة ستريت فايتر وداخل بطولات وفايز فيها ومختم كل أجزاء اللعبة على أصعب شيء. فقرر يسوي شيء جدا مجنون باللعبة. بلعبة ستريت فايتر ألفا كان في جيم مود اسمه كوابراتيف أو مود التعاون، واللي هو إنه شخصين يلعبوا مع بعض كفريق واحد باللعبة ضد شرير، والشرير بيكون جدا قوي لأنه شخصين عم يلعبوا ضده. فديس قرر إنه هو راح يتحكم باللاعبين نفسهم بنفس الوقت. ايه مثل ما شايفين حاليا عم بيستعمل كنترولين، ايد اليمين وايد اليسار، وعم بيلعب بالشخصيتين بنفس الوقت وعم بيسوي حركات بينهم او كومبو معين جدا صعب انه ينظمهم. يعني حركات لازم يكون في تخطيط دقيق بيناتهم، هو بايد اليمين وبايد اليسار قاعد ينظم هالحركات. يعني فعليا لو شايف الجيم بلاي فقط بدون ايده راح تقول اكيد لاعبين قاعدين يلعبوا، جدا صعب تستوعب انه لا هذا شخص واحد بايد اليمين وبايد اليسار بيلعب بنفس الوقت. الحين بكل صراحة كنترولر أو جهاز التحكم لألعاب القتال سهل عليها المهمة، يعني لو إيدي بلاي ستيشن أظن راح يكون أصعب، بس استل لساعته الصعب لساعته إنجاز جدا رهيب، وقدر يتغلب على الوحش الأخير ويفوزه والفيديو كان جدا ممتع. بالمرتبة الخامسة أظن كلكم لعبتوا أو على الأقل سمعانين بلعبة الأركيد المشهورة باكمان. باكمان هي من أكثر الألعاب القديمة والمشهورة عالميا، اللعبة نزلت عام 1980. الهدف من اللعبة بكل بساطة هو انك تاكل النقاط بشخصيتك وتاكل الوحوش. بس تاكل كل النقاط راح يرجعوا النقاط من اول وجديد، راح تروح للمرحلة اللي بعدها والوحوش وشخصيتك راح يصيروا اسرع. فاللاعبين على مدى 19 سنة من عام 1980 لعام 1999 فكروا انه اللعبة ما لها نهاية، لانه كتير ناس لعبوها ووصلوا مرحلة تانية وتالتة وكل مرة بتصير اسرع واصعب وبالاخير بيموتوا.
عام 1999 اجى شخص اسمه بيلي ميتشل قال اكيد اللعبة الها نهاية وقرر انه راح يضل يلعبها حتى يوصل للنهاية. هذا الشخص اصلا محترف باللعبة وموصل سكور جدا عالي قبل، فظل يلعب ويلعب، عدى المرحلة الاولى الثانية الثالثة 10 20 100 200 لحديت ما وصل للمرحلة رقم 255، وكل مرة اللعبة بتصير اسرع والوحوش اسرع وبتصير جدا صعبة. بالدور رقم 255 وصل سكور اللي هو 3,333,360. بس وصل هالسكور اللعبة كرشت، اللعبة علقت، صار يطلع أرقام غريبة، وهذه هي نهاية اللعبة. قاعدين نتكلم على لعبة باكمان اللي موجودة على جهاز الأركيد الأصلي، مو موجودة أونلاين أو على الموبايل، لا اللعبة من زمان كان ما فينك تلعبها إلا بأجهزة الأركيد اللي موجودة بمحلات الألعاب، فالجهاز ما فيه ذاكرة تستحمل فوق السكور هذا. وفي ناس جربوها بأماكن ثانية وطلع كلامه صح فعليا، بس توصل هالسكور اللعبة راح تعلق ويطلع لك أرقام غريبة على اليمين. هذا الشخص بيلي ميتشل تم تكريمه من الشركة المصممة للعبة لأنهم قالوا نحن نفسنا ما كنا ندري أنه في نهاية للعبة وما كنا نعرف أنه هالأرقام راح تطلع بالنهاية، لأنه ما توقعنا أي حد بالعالم يقدر يوصل لهالسكور العالي. وعلى فكرة قدر يوصل لهالسكور بلعب متواصل مدتها 5 ساعات، 5 ساعات لعب متواصل واقف على جهاز الأركيد، ما يقدر ياخد راحة أو بريك لأنه اللعبة ما فيها ستارت، ما فينه أبدا أنه يتشتت، لازم دائما مركز لأن كل ما يعلى الدور بتصير اللعبة أصعب وأسرع. المهم من وقتها من عام 1999 واللاعبين عم يتنافسوا مين يوصل لهالسكور بأسرع وقت ممكن، وكان الوقت دائما 4 ساعات 5 ساعات، بعض الناس وصلوا 3 ساعات و50 دقيقة، هذا أسرع شيء. لحد عام 2010 إجا شخص اسمه ديف ريس وصل للسكور النهائي ب3 ساعات و33 دقيقة، وإلى الآن بعد 11 سنة ما حد قدر يتجاوز السكور تبعه أبدا. أعلى سكور باللعبة، أعلى سكور تقدر تختم فيه اللعبة، هو لعب متواصل مدتها 3 ساعات و33 دقيقة، شيء جدا مجنون. بالمرتبة الرابعة في ستريمر باسم The Happy Hope قدر يختم لعبة Dark Soul بدون ما ينضرب ولا ضربة طوال اللعبة. عفوا مو لعبة Dark Soul بل سلسلة Dark Souls، اي مثل ما سمعتوني، يعني لعبة Dark Soul الأولى والثانية والثالثة ختمهم كلهم بدون ما تجيه ولا ضربة أبدا. اللي ما بيعرف لعبة دارك سول، هي تعتبر من أصعب الألعاب الموجودة بالعالم، ومجرد أنك تختم أي لعبة منهم يعتبر إنجاز لأنه اللعبة كتير صعبة. عالم اللعبة مليء بالوحوش يلي بدهم يضربوك، فإنك تختم الألعاب كلها بدون ولا ضربة يعتبر شيء مجنون. والستريمر The Happy Hope بمحاولته الأولى وصل للعبة الثالثة The Dark Soul 3، وصل لآخر وحش وهونيك ضرب ضربة بالغلط، فقرر انه يعيد من الاول مع انه الناس قالوا له خلاص كلها ضربة واحدة نمشيها لك، ما في داعي تعيد عشرات الساعات من اللعب، بس ما رضي، قال انا قلت اني ابي اختمها بدون ولا ضربة ابدا وابي اكون قد كلامي، وفعلا عادها من البداية ووصل للجزء الاخير مرة ثانية وختم الالعاب كلها بدون ولا ضربة، إنجاز جدا مجنون. بالمرتبة الثالثة في لعبة اسمها إيف أونلاين، ذكرتها كتير بفيديوهات سابقة، وهالقصة اللي راح أذكرها كمان ذكرتها بفيديو سابق راح أحكي لكم بعد شوي عن اسم الفيديو. لعبة إيف أونلاين هي لعبة فضاء ومجرات، وعالم اللعبة جدا كبير وجدا ضخم. اللعبة فيها 7805 مجرات، مو كوكب ولا نجم، لا مجرات، يعني كل مجرة فيها كواكب كتير، نجوم، ناس وسفن فضائية، فعالم اللعبة جدا ضخم. فالمهم في لاعبة اسمها كاتيا سي قررت انها تلف عالم اللعبة بالكامل، يعني قررت انها تزور 7805 مجرات كاملة باللعبة. ونظام اللعبة ما هو والله انك تاخد سفينة فضائية وخلاص تمشي فيها على راحتك وتروح اي مكان بدك اياه، لا لازم كل شوي توقف تصلح السفينة، تعبي بترول للسفينة، فانك تلف عالم اللعبة كامل شيء شبه مستحيل او شيء جدا صعب. فكاتيا قدرت انها تلف عالم اللعبة بالكامل وتزور فوق 7800 مجرة كاملين بعشر سنين، ايه مثل ما سمعتوني
بدأت رحلتها بعام 2009 وخلصت بعام 2019. 10 سنين زارت عالم اللعبة بالكامل وصارت جدا مشهورة بين اللاعبين بهاللعبة. واللي شاف فيديو عوالم ألعاب أكبر من كوكب الأرض فرح تتذكر أني ذكرت قصة هاي اللعبة بهذاك الفيديو. فإيه إنجاز جدا رهيب من اللعبة كاتيا، 10 سنين عشان تحقق الهدف، وما أظن أي واحد منا مستعد يسوي هالشيء. في المرتبة الثانية عنا إنجاز مستحيل أي واحد منا إنه يسويه حتى لو حاول بكل جهده، والإنجاز هذا سواه ألكسندر سيرابوف عام 1994، أو خلني ناديه باسمه الصح، رائد الفضاء ألكسندر سيرابوف. هذا رائد فضاء روسي كان متجه برحلة لمحطة الفضاء الدولية وراح يضل هناك 200 يوم. فبدون تخطيط أو بدون لا يفكر فيها، ألكسندر أخذ معاه جهاز الجيم بوي الخاص فيه. جهاز الجيم بوي هو جهاز ألعاب جدا قديم، أظن لو أنت من جيل التسعينات أكيد سمعت فيه. أخذ معاه على محطة الفضاء الدولية وكان فيه لعبة تترس، كانت لعبة جدا مشهورة بهذاك الوقت. وقتها ألكسندر أخذها بدون ما يخطط أو بدون ما يدري ان راح يكون اول شخص راح يلعب العاب الفيديو بالفضاء بالعالم. بس رجع على الارض بعد 200 يوم استوعب الانجاز اللي هو سواه، انه اول شخص بالعالم بيلعب العاب بالفضاء، وقرر انه يبيع جهاز الجيم بوي حقه، انه اول جهاز العاب بيطلع على الفضاء، وحطه بمزاد وباعه بسعر 12,000 دولار. فإيه رائد الفضاء الروسي ألكسندر سيرابوف هو أول شخص بالعالم بيلعب بالفضاء، وممكن آخر شخص، ما أدري إذا حاليا رائدين الفضاء بيلعبوا، بس أظن رائدين الفضاء حاليا بمحطة الفضاء الدولية معهم موبايلاتهم، وأكيد موبايلاتهم فيها ألعاب. ما أدري، قاعدة تفلسف، ممكن ممنوع ياخدوا موبايلاتهم عن الفضاء، أتمنى لو حد يعرف يفيدنا بالكومنتات. فإيه ألكسندر هو أول شخص بالعالم بيلعب ألعاب فيديو بالفضاء. بالمرتبة الأولى في لعبة اسمها إليت دينجرس، كمان لعبة فضاء ومجرات وكواكب جدا شبيهة بلعبة إيف أونلاين. اللاعبين بهاللعبة قرروا إنهم يبنوا قاعدة جدا ضخمة بمنتصف المجرة أو الجالكسي، وطبعا هذا الشيء جدا جدا صعب، لأنه عشان تبني قاعدة راح تحتاج كتير من المعدات والمواد، ومنتصف المجرة مكان فاضي ما فيه أي كواكب أو نجوم الناس فيهم يستريحوا فيها أو ياخذوا المعدات منها، لا، منطقة بنصف المجرة فاضية ما في أي شيء قريب عليها. ففي عدد جدا كبير من لاعبين إليت دينجرس قرروا يعملوا هالشيء، ولما أقول عدد جدا كبير فإيه عدد جدا كبير، ما هم 10 لاعبين ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5، 10,000 لاعب أونلاين من إليت دينجرس قرروا أنهم يتعاونوا ويبنوا قاعدة بمنتصف المجرة. راحوا على أقرب كوكب موجود من منتصف المجرة، واللي يعتبر جدا بعيد بس هو أقرب شيء، وهنيك عملوا قاعدة صغيرة، وصاروا 10,000 شخص يتنقلوا بين الكواكب، يجيبوا موارد لهالمكان ويروحوا ويبنوا القاعدة ويرجعوا يتعبوا، يروحوا ناس غيرهم ويرجعوا. فروح التعاون بين اللاعبين ما أظن رح نشوفها في أي لعبة ثانية بالعالم، وما أظن ممكن نشوفها بالحياة الحقيقية، 10,000 شخص يتحدوا عشان ينجزوا شيء. وفعلا قدروا يبنوا القاعدة بمنتصف المجرة بعد 4.5 شهور من العمل المتواصل. بقية يا شباب، هذا الفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أفضل رقم قياسي بهالفيديو عجبكم، وشاركنا لو أنت سويت إنجاز أو شيء تشوفه جدا رهيب بالألعاب الفيديو أتمنى تشاركنا فيه بالتعليقات. وبس، كان معكم شاركيات وشاركة كيش، كم بديهات تاني إن شاء الله، مع السلامة.